ترتسم الفرحة على وجوه العاملين في صالونات الحلاقة بسبب كثرة الزبائن التي تتوافد عليهم للتزين وقص الشعر استعدادا لاستقبال العيد وفرحة به. مواعيد العمل بتبقى مثلا من الساعة 12 للساعة 2 بالليل، بنخليها من الساعة 10 لغاية الساعة 4 5 الصبح، بحيث ان احنا برضو ممكن نغطي الجست اللي جاي لنا. وبالظبط بالنسبه للزبائن بنحددها بالتليفونات بالحجز الكلام ده. يعني المرحله اللي قبل العيد هي فتره اجازه، الاجازه دي بتتيح للجميع ان هو يستعد للعيد بمظهر ممتاز ويستقبل العيد، لان العيد فرحه وبهجه. الذهاب إلى صالونات الحلاقة في العيد ليس فقط من أجل قص الشعر، وإنما يبدع الشباب في عمل قصات جديدة ومختلفة، ويطلبون قصات نجوم الفن والقرى، بالإضافة إلى تنظيف البشرة وفرد الشعر والشمع للخروج بأفضل صورة في العيد. بقص وبدرج وبعمل ماسك وبعمل بخار وبفرد، ولو عايز أعمل استشوار بعمل ومكوى وكده. الواحد يعمل يهندم نفسه ويوضب شعره وبتاع، بيجيلك زيارات وبيجيلك اهلك واولادك واحفادك وحاجات زي كده. يتسابق المصريون لاستقبال عيد الاضحى بتسريحه وحله جديدتين، حيث اصبحت الحلاقه من الطقوس العربيه والاسلاميه التي لا يتخلى عنها الناس قبل العيد. اما الحلاقون فيرون ان عيدهم يبدا مبكرا قبل الجميع مع تكدس الزبائن في صالونات الحلاقه.